ولو سألتني إيه أغلى ثلاث دعوات في العشر الأوائل، أغلى ثلاث دعوات في العشر الأوائل، الدعوة الأولى: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والله يا جماعة أنا اكتشفت أن العشر الأوائل دي مش بالشطارة ولكن بتوفيق الله تبارك تعالى، يعينك لأنه بيحبك أنك تتقرب إليه وتعبده وتدعوه، فتكون النتيجة أنه يحبك أكتر فيستجيب دعاك أكتر، وكأنها دايرة، يعينك فتعبده فيحبك فيعينك أكثر فتعبده، دايرة متصلة، دايرة جاية من الفتحة: إياك نعبده وإياك نستعين. تبدأ أنك بتعبده فتكتشف أنك مش هتعرف تعبده إلا بإعانته، فتطلب الإعانة فيعينك فتعبده أحلى، فتكتشف أن الإعانة بتفرق كتير فتطلب الإعانة دايما، فتزيد العبادة حلاوة وتستمر الدائرة. أول دعوة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، امسك فيها في التسعة الأوائل عشان على ما توصل ليوم عرفة، يوم الإجابة الأكبر، خير يوم طلعت عليه الشمس، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، أكثر يوم يستجاب فيه الدعاء، فأنت عمال بتمهد بالتسعة علشان على ما توصل لليوم التاسع يوم عرفة تكون عبادتك ودعائك واستعدادك وروحك جاهزة على الآخر. فأول دعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تاني دعاء: اللهم أعتقنا يوم عرفة من النار، اللهم أعتقنا في هذه الأيام من النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر يوم تعتق فيه الرقاب من النار يوم عرفة، أكثر من ليلة القدر، لأن ليلة القدر مخبأة مش كل الناس بتعرف تجيبها، لكن يوم عرفة معلن، أي حد عايز يجيبه يجيبه، كل واحد يروح لربنا يطلب العتق يعتق. وبالتالي: اللهم اعتقني من النار. ومش أنت لوحدك، اللهم اعتقني وأبويا وأمي وأهلي وولادي وصحابي وأحبابي، اجعلها دعوة بالعتق يوميا. الدعوة الثالثة والأخيرة هي دعوة كبيرة جدا، ربنا أنفتح لنا جدا وقال: واسألوا الله من فضله، اطلب كل ما تتمنى من خير الدنيا والآخرة، الفردوس الأعلى وفلوس ورزق وسعادة ومال ونجاح ومشروع، واسألوا الله من فضله. ثلاث دعوات كبيرة.